دلوقتي معلش يا حبيبتي انا مقصره معاكي، بس والله العظيم طول النهار في المحل وطول الليل بلف مع اخواتي. انا عارفه ان انا مقصره معاكي، طمنيني عليكي عامله ايه؟ لا زعلانه منك. معلش عليا. فطرتي بيت؟ لا ما فطرتش. خدي البقسماط اهي دي. هو ده بقسماط ياما؟ بيعملولي مخصوص فرن زعتوت. ما تقلقيش يا افراح، قابلتي حلو بس هي اللي تتدلع علينا. ولا وطلع لك حس وبترد؟ طبعا مهلولة المفترية دي اللي عمالة تبلبعلي في حاجات كان زماني دلوقتي في عنفواني قمت بطلتك. اخرسي. ما تقلقوش يا جماعة، هي بقالها كام يوم حالتها مستقرة طبيعية. طبيعية؟ لا انا مش طبيعية، بتهدي في حيلي ليه يا وليا، فتكون مصيبة عليك واللي هتديهولي. يا بنت لقيتي اخواته كل حد منهم؟ ما تقلقيش ياما. لا قلقانه. لا ان شاء الله احنا رايحين مشوار كده انا واخواتي وباذن الله هيبقى خير، ادعي لنا انت بس. حاضر. ادعي لنا. ها؟ حاضر. ايه بقى؟ تتكون قرف. ادعيكم الهي يا رب بحق جاه النبي ياخدكم كلكم عشان انا ما بقتش عارفه مين ولادي ومين مش ولادي ودول مين، انا مش عارفه حاجه. بجد انا مبسوطه جدا ان احنا اتقابلنا. الاحساس اللي انا حاسه بيه دلوقتي عمري ما حسيته قبل كده. ربنا يخليكوا ليا وما نبعدش عن بعض تاني. يا رب يا اختي. احنا تعبنا قوي عشان ندور عليك يا اختي، عشان انت اختي والاخت اخت. كان نفسي نتلم زي زمان ونقعد مع بعض. زمان ايه؟ انا لسه جايبينها دلوقتي. بس كان هي ما سالتش اسكم ونقعد نتلم مع بعض وناكل لقمه هنيه كف 100. عشان كده انا مش عايز غير حاجه واحده بس، عايز جاكيت جلد وموبايل بكاميرتين. ايه اللي انت بتقوله ده؟ فيها افراح ما هي نجمه. خلاص اشتروا سكوتي ب 500 جنيه. خلاص هاتيلي ربع لانشون حلواني. احترم نفسك بقى. اخوك عسلية خريج معهد كونسفوار. اسمه معهد كونسرفاتوار. ايوه هو دوت.
والله العظيم ثلاثة اللي عامل لك لحن هيكسر مصر. ايه ده انت بتلحن؟ هو بصراحة يعني اخويا زمارة ملحن كبير قوي. قلت لها ليه بس يا عسلية؟ اصل انا بيني وبينك يعني بلحن بيني وبين نفسي. انا كنت طالب منك طلب كده كوتش مقاس 40. ايه ده؟ انت مقاسك 40؟ اه يعني انت اللي بتشيل الفرش من الكتاشي بتاعتي وتاخدها؟ بس ما تحياتش. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ما تحترموا نفسكم انتوا الاثنين. عايزينها تقول علينا ايه؟ بنستغلها؟ قله الادب دي. منوره يا حبيبتي. انت بتلبسي من مكان ميديم؟ انا كمان بلبس ميديم. حلو قوي الجاكيت ده، هياكل منك حته. ما يغلاش عليك يا حبيبتي. وعارفه بقى لو البنطلون معاه هيبقى طقم تحفه. خدي التيشيرت بالمره. ربنا يخليكي، يبقى فاضل الكوتشي. اتفضلي يا حبيبتي. على فكره يا نجمه، انا ممكن امسك لك كل اعمالك في اي حته، في مصر، في دبي، في كفر الشيخ، اي مكان تتخيليه ومن غير اتعاب. على فكره انا عندي المانجر بتاعي. لا انت مش محتاجه مانجر، انت محتاجه مدير اعمال. جرى ايه يا استاذه عمرو دياب؟ وانت خش جوه انت يا جدع. اخت يا جدع. ما قلتش حاجه، ما قلتش حاجه. عايف يا خيبوش او السيوخ الاي دي جوي اللي دخل الحياه ده بقى ما يعديش من تحت ايدي. اه خلي بالك دي نجمه كبيره جدا في عالم المشاهير والشهره، بس فيسبوك وتيك توك وانت بتعملها لايك اوعى تعملك بلوك. مين قال لك انها تعدي يا صاحبي؟ احنا اللي هنعدي. بس لما ارسم لها الخطه اللي في دماغي. ايه ده يا خابوش؟ انت بتعرف ترسم؟ انا كنت فاكرك حيامي بس بصراحه. هات الشاي ده. اتفضل يا استاذ فنان. لا يا سام يا سام، بص بيكاسو. واو البت دي كبيرها تتكمر في الخن، ونطلب اللي يقدرنا عليه شرنا. فتوه يا خيبوش، ايه الخطه؟ يا نهار اسود، ما انا لسه قايل لك دلوقتي كبيرها نكمرها في الخن. ولا عايزني اعلق حيلتي في وسط الحاره واقول ان احنا نضيعها حريقه؟ خلاص يا مونياز. ايه يا خيبوش الجو اللي انت بتعمله بتاع حسن حسني ده؟ هتتشهي انت كده؟ هتتشهي انت تحبسنا كده؟ خلاص يا ام مصطفى خدش جوه، ده ما خيبوش فيه. انا بس كنت عايز افهم يا صاحبي ايه هو الكلام. كلام هنقوله والسلام هنسمعه، المهم دلوقتي يلا بينا نقوم على الخن عشان نحط الخطه العريضه. الخطه العريضه بتقدم في المشاريع الصغيره انت يا خيبوش. يا عم قوم قوم اخلص. سؤال صغنن بس قبل ما نقوم، سؤال اجيومي، يعني ايه خن؟ يا عم قوم يا عم قوم. خلاص خلاص يا خيبوش. يا خيبوش في ايه؟ اتفضل يا أختي يا فينا يا وردة بتنوّجنينا. اتفضل يا أختي يا فينا يا وردة بتنوّجنينا. اتفضل أختي 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 أختي. انا عندي فكره. ايه؟ احنا ننزل الباتش. برافو عليك شاطر ذكي يا اخويا. ايه رايكم؟ مية مية. اختي اوبا اختي 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 يا عمري يا عمري. شكليتا شكليتا يا الواد يا شكليتا 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 يا الواد يا شكليتا الورد على شكليتا حبي الورد على شكليتا 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 شكليتا. اه يا عيون حلوه وعيناني، اه يا بكت لسه وعيناني، اه يا عيون حلوه وعيناني، اه يا بكت لسه وعيناني. فرد ربنا بس ما نعرفهم
جيراني يا عمري. عمري سلمي يا فندم. اجري يا عم انت، بتكون